جائزة الملك فيصل العالمية هي جائزة سنوية تقدمها مؤسسة الملك فيصل الخيرية للأشخاص اللي حققوا إنجازات استثنائية وذلك في 5 مجالات. هذه المجالات هي خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، والطب والعلوم. الجائزة عبارة عن ميدالية من الذهب ومبلغ قدره 750,000 ريال، وكذلك شهادة من المؤسسة. فاز بالجائزة أشخاص كثر من السبعينات وحتى اليوم، تجاوز تأثيرهم حدود بلدانهم إلى العالم أجمع. هذه السنة إليك قائمة الفائزين. في مجال خدمة الإسلام فاز بالاشتراك الدكتور محمد السماك وجمعية مسلمي اليابان، وفي الدراسات الإسلامية فاز الدكتور وائل حلاق، وفي الطب فاز جيري روي ميندل، وفي العلوم فاز هاورد يوان هاو تشانغ.